لا رجل واحدة. مستحيل على إنجري بقى في هاون قذائف أرمجية وصواريخ على البيوت وصبت أنا ما عرفش إيش صار. وانا بيجر بركضهم شارد منهم طخوني طلقيا وكانوا ينتقموا ميهم ويحط ينفخوا الناس بالغاز الغاز الطاهي يحطوه في داخل في جوفهم من اسكان على التم ولا عن المنطقة الثانية كانوا يفتحوا جرد الغاز ففي كانت 16 حالة موت سريري في الشفا مستشفى الشفا وذكروا مستشفى الشفا عشان لا اعلام ولا غيره يقدر يصوره. خليت البيت من الاولاد وبديت اروح ارجع البيت اجيب باقي الاوراق الثبوتيات الشخصيه تبعتي البيت انتصف. البدائل اللي كانت امام الناس اما القتل واما الجانب الاسرائيلي. ويعني اعطينا نصيحه اين يذهب الناس؟ اذا كانت سيارات الاسعاف صارت مهمتها نقل المقاتلين مقاتلي حماس بدل ما تنقل الجرحى. على مدار 12 ساعه سيارات الاسعاف لم يسمح لها انها تنقل جريح واحد. انا اتمنى بس انت شايف انه مش خايف؟ لا لا انا مش خايف بقى الاكذب لو قلت لك مش خايف ولا لو مش خايف ليش بدك تقول لي طب ليش جيت هنا؟ لا في اسباب الخوف في غزه ما زالت قائمه.